In the name of God, بسم الله, Unit 7, الوحدة السابعة. Where are you from? من أين أنت؟ Lesson 4, الدرس الرابع, Vocabulary, كلمات. Listen, look and say. استمع وانظر وقل. German, ألماني. طبعا في بعض المدارس بتدرس اللغة الألمانية, في البعض بيدرس اللغة الفرنسية, وفي البعض بيدرس اللغة الإنجليزية. Writing, الكتابة. وهنا عندي ال W بعدها R, وفي قاعدة بتقول إذا ال W جه بعدها R يبقى ال W silent. Writing, الكتابة. Math, الرياضيات أو الحساب. وخلي بالي إن ال TH بتنطق ث, يعني أقولها بالث ما أقولهاش بالسين. Music, موسيقى. ال S بتنطق Z عشان بين حرفين متحركين اللي هو ال U وال I, وال C بتنطق K. Science, علوم. ال S بتنطق وال C بعدها silent ما بتنطقش, وال E في آخر الكلمة silent. English, إنجليزي. ال SH في آخر الكلمة بتنطق شا. جيوغرافي, الجغرافيا. الجي الأولى بتنطق جي والجي التانية بتنطق جا, وعندي ال PH بتنطق فا, تبقى جيوغرافي, الجغرافيا. عربيك, اللغة العربية. عندي السي في آخر الكلمة بتنطق كي. PE اللي هي اختصار Physical Education, التربية البدنية, أو اللي احنا بنقول عليها الألعاب. وعندي كلمة Physical ال PH بتنطق فا والاس بتنطق زد والسي بتنطق كي, يبقى Physical. Education عندي السي بتنطق كي وال TION بتنطق شن, Education. يبقى على بعضها Physical Education اللي هو التربية البدنية أو الألعاب. Social Studies, الدراسات الاجتماعية. وعندي في كلمة Social ال CIA بتنطق شا Social, و Studies ال S في آخر الكلمة بتنطق Z Studies, يبقى على بعضها Social Studies. Piano Lesson, درس بيانو أو حصة بيانو. وهنا عندي حرف ال P مش ال B, لما أجي أنطقها أقول إيه P, يعني أطلع هوا كتير من بقي. Piano Lesson, ما أقولهاش بيانو, أقول إيه بيانو. Reading, القراءة. Lesson 5, الدرس الخامس, Phonics, صوتيات. Listen and repeat, استمع وكرر. هنا عندي القاعدة اللي بتقول إذا عندي حرفين دبل, يعني حرفين مثلا دبل F دبل S, فبينطقوا حرف واحد بس. يعني مثلا هنا كوفي, كوفي هنا في دبل F, بس هنا أنا مش هقول كوف كوفي, لا هقول إيه كوفي, يبقى هنا نطقتها إيه F واحدة. يبقى لما يكون في دبل F أنطقها إيه F واحدة. طب ممكن واحد يقول لي طب هي اسمها كوفي ولا كافي؟ لا, كوفي اللي هي مشروب القهوة, كافي اللي هي سي اي اف اي, دي المقهى اللي الناس بتقعد عليه. يبقى عندي كوفي اللي هو المشروب القهوة, وعندي كافي اللي هي ديت ايه المكان اللي احنا بنقعد فيه او المقهى اللي احنا بنقعد فيه. بوليس اوفيسر, ضابط شرطة. وهنا عندي نفس الشيء, الدبل اف في اوفيسر بتنطق اف واحدة. في كمان حاجة ان هنا في كلمة بوليس السي بتنطق سي, وفي اوفيسر السي بتنطق سي مش كي. ليه؟ لان لو لاحظت هنا ليه بعد السي جاي حرف الايه الاي, احنا قلنا السي لو جه بعدها اي او اي او واي هتنطق سي, اي حرف غير الثلاثة دول هتنطق كي. مافين, كعكة اسفنجية. اوف, مطفي او مغلق. هنا عندي نفس القاعدة اللي هي دبل ال هتنطق ال واحدة, يبقى هنا هنقول ايه طول طويل. وفي قاعدة تانية في النطق ان الاي لو جه بعدها دبل ال بتنطق او, فهنا مبقولش تيل بقول ايه طول, يبقى الاي لو جه بعدها اتنين ال دبل ال تنطق ايه اول. بيل اللي هو الجرس, نفس الشيء هنا في دبل ال هنطقها ايه ال واحده بيل. دولار اللي هو العمله الامريكيه, نفس الشيء عندي دبل ال هتنطق ال واحده تبقى ايه دولار. وعندي بعد كده دبل اس, نفس الشيء بتنطق اس واحده زي كلمه جلاس يعني كوب, فهنا نطقت الايه دبل اس اس واحده. وايضا عندي كلمه دريس في دبل اس يعني 2 اس, لكن نطقتهم ايه اس واحده. ليسن 6, الدرس السادس, فوكابولري, الكلمات. لوك ليسن اند ريبيت. وهنا هنتكلم على كارنسي اللي هي العمله, وهنا السي بتنطق كي والسي التانية بتنطق سي. ليه؟ لأن السي هنا جاي بعدها يو, لكن السي التانية جاي بعدها واي, واحنا قلنا السي لو جاي بعدها اي او اي او واي بتنطق سي, يبقى هنا نطقها ايه كارنسي اللي هي ايه العملة. عندي أول عملة اللي هو الباوند اللي هو الجنيه المصري, والفكة بتاعته اسمها ايه بياسترز اللي هي قروش, يعني الجنيه المصري الواحد فيه كام قرش, فيه 100 بياسترز يعني 100 قرش. بعد كده عندي الدولار, وأشهر الدولار اللي هو الدولار الأمريكي, لكن في بعض الدول الأخرى بتستخدم أيضا عملة الدولار. طب الفكه بتاعتها اسمها ايه سنت اللي هو السنت. وعندي ال 100 سنت اللي هو ال 100 سنت بيساوي 1 دولار يعني دولار واحد. بعد كده عندي اليورو اللي هو العمله الاوروبيه, يعني كل دول اوروبا زي فرنسا والمانيا والنرويج وبلجيكا, كل الدول ديت عملوا عمله موحده للاتحاد الاوروبي فسموها عمله ايه يورو, جايه من كلمه يوروب اللي هي اوروبا, خدوا منها كلمه يورو اللي هي ايه اليورو الاوروبي. والفكه بتاعته ايضا بتكون سنت اللي هو السنت, وال 100 سنت بيساوي 1 يورو يعني 1 يورو. بعد كده عندنا الين, الين ديت هي العمله اليابانيه. وفي عندي هنا يوان, اليوان دوت اللي هو العمله الصينيه, بس اليوان العمله الصينيه لما اجي افكها بفكها جياو,
واليوان فيه 10 جياو، يعني 10 جياو بيساوي 1 يوان. يبقى عندي اليوان وعندي جياو، وهنا عندي السنت، لأن في عملات كتيرة ممكن نفكها بنفكها بالسنت زي العملة الأوروبية وزي العملة الأمريكية. بعد كده عايزين نعرف لما نيجي نسأل على سعر حاجة بنسأل عليها بإيه؟ بأداة استفهام اسمها هاو ماتش، كام السعر؟ زي مثلا هنا البنت بتسأل بتقول هاو ماتش إز إت، كم تكون سعرها؟ هي بتتكلم هنا إيه على القايد الطيارة اللي موجودة قدامنا ديت. هنا القايد مكتوب عليها إيه؟ 22 يوروز، يعني 22 يورو اللي هي العملة الأوروبية. فرد عليها هنا الولد قال لها اتس فور 22 يوروز، إنها بمبلغ 22 يورو. يبقى ممكن أشوف أي حاجة مع صديقي في الفصل وأسأله هاو ماتش إز إت، كم سعرها؟ Asking about things you bought، السؤال عن الأشياء التي أنت اشتريتها. وهنا عندنا الولد بيسأل البنت بيقول لها What did you buy؟ ماذا أنت اشتريتي؟ هنا أنا شايف إن هي اشترت إيه؟ دول عروسة، والعروسة مكتوب عليها 50 LE. ال إي دوت اختصار Egyptian Pound اللي هو الجنيه المصري. يبقى لما أشوف علامة ال إي أعرف إن بيتكلم على إيه؟ الجنيه المصري. فالبنت قالت له I bought a doll، أنا اشتريت عروسة it was for 50 pounds، إنها بمبلغ 50 جنيه. Add and subtract money، جمع وطرح الأموال. أول حاجة addition اللي هو الجمع، وتحت هنا ناخد subtraction اللي هو الطرح. أول حاجة اللي هو addition اللي هي الجمع، عندنا هنا العلامة بتاع الجمع اللي هي إيه؟ plus، وعندي علامة هنا يساوي اللي هي إيه؟ equal. ناخد example مثال 3 plus 2 equal 5، 3 + 2 بيساوي 5. نقولها كده مع بعض 3 + 2 = 5، 3 + 2 = 5. مش عايزين نقولها بالعربي، عايزين نتعود نقولها بالإيه؟ بالإنجليش. 3 + 2 = 5، 3 + 2 = 5، يعني 3 دولارز، 3 دولار. أنا عرفت إزاي إن هي بتتكلم على الدولارز، لأن هنا في صورة الدولار فوق أهو. يبقى 3 دولارز، 3 دولار، + + 2 دولارز، 2 دولار، equal بيساوي 5 دولارز، 5 دولار. بعد كده عندي subtraction اللي هو الطرح، وعندي هنا علامة الطرح اللي هي ناقص اللي هي minus، وعندي هنا ايه equal 6 - 2 = 4، 6 - 2 = 4، يبقى 6 - 2 بيساوي 4. هنا 6 pounds يعني 6 جنيه، اهو شكل الجنيه عندي اهو، وهنا عندي minus ناقص 2 pounds يعني ناقص 2 جنيه equal بيساوي 4 pounds يعني 4 جنيه. بعد كده هنا عندي محل تويز ألعاب، أهو الراجل اللي بيبيع الحاجات مكتوب على اللبس بتاعه تويز يعني ألعاب. في عندي هنا أول لعبة 153 يورو، 153 يورو. بعد كده 91 LE يعني 91 جنيه. بعد كده عندي 247 يوان يعني 247 يوان صيني. تحت بعد كده الدك والبطة مكتوب عليها 68 LE يعني 68 جنيه. البول الكرة مش شايفين السعر بتاعها. بعد كده اللي هي الكار السيارة 50 LE يعني 50 جنيه، وهي اللي الولد طالبها عشان كده بياخدها من اللي هو البائع اللي موجود قدامي عندي في الصورة. وانج من هاز 350 يوان، هي بوت اتوي. وانج من كان لديه 350 يوان. يبقى هنا نستخدم عملية السبتراكشن اللي هي الطرح. يبقى هنقول 350 يوان ماينس 247 يوان ايكوال، تعالى كده نطرحها مع بعض. انا عندي 0 ماينس 7 طبعا ما ينفعش، فهنستلف واحد من الفايف من الخمسة، يبقى الزيرو ده بقى 10. هنقول 10 ماينس 7 هيساوي ايه؟ ايكوال 3 هيساوي 3. بعد كده الفايف احنا خدنا منها 1 بقت 4، يبقى 4 ماينس 4 ايكوال 0. واخر حاجة 3 ماينس 2 ايكوال 1، يبقى الباقي مع 1 جنيه هيكون مبلغ 103 يعني 103 يوان. رودينا بوت ا دوك اند ا باكيت، رودينا اشترت هذه البطة وهذا الدلو اللي فيه ألعاب البحر. وهنا رودينا اشترت حاجتين، فهنا مش هنعمل subtraction طرح، هنعمل ايه addition اللي هو ايه جمع، لان يعني اشترت حاجتين. فهنجمع الحاجتين دول نشوف تمنهم كام. 68 LE يعني 68 جنيه اللي هو الباونز بلس 91 باونز زائد 91 جنيه ايكوال بيساوي، هنجمع هنا 8 بلس 1 ايكوال 9 و 6 بلس 9 ايكوال 15، يبقى المجموع 159 باونز يعني 159 جنيه. ماري هاز 500 يوروز، ماري لديها 500 يورو اللي هي العملة الأوروبية. شي بوت، وهي اشترت هذه اللعبة. يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنعمل subtraction طرح. 500 يوروز ماينس 153 يوروز ايكوال 500 يورو ناقص 153 يورو، تعالوا نطرحها مع بعض. 0 ماينس 3 طبعا ما ينفعش، فهنستلف ايه؟ 1. هنيجي مع الزيرو اللي بعدها مش هينفع نستلف منه، يبقى نستلف من ايه؟ من ال 5.
يبقى هنا 0 ديت اصبحت ايه 10، يبقى 10 ماينس 3 ايكوال 7. بعد كده 0 اللي بعدها اصبح 9، ف 9 ماينس 5 ايكوال 4. واخر حاجه ال 5 اصبحت 4 عشان استلفنا منها 1، يبقى 4 ماينس 1 ايكوال 3. يبقى هيكون المبلغ اللي باقي معاها 374 يوروز، 347 يورو. رقية بوت a car and a duck. رقية اشترت لعبة العربية ديت ولعبة ايه البطة. يبقى هنا هنعمل ايه addition جمع، لان اشترت حاجتين. هتبقى 50 pounds plus 68 pounds equal، تعال نجمعه مع بعض، 0 plus 8 equals 8، 5 plus 6 equals 11. يبقى المجموع 118 pounds، يبقى المجموع 118 جنيه. وهنا عندنا بعد كده نانسي السيل، يعني تخفيضات نانسي، يعني نانسي اللي هو المحل دوت اللي قدامنا بيعمل تخفيضات على الألعاب اللي عنده. وهنا كل لعبة عليها السعر بتاعها، هنا مثلا 90 pounds، هنا 120 pounds، هنا 170 pounds، هنا 85 pounds، 25 pounds، 43 pounds، 50 pounds، 60 pounds. فهنا بيسألها بيقول لها how much is the horse، كم سعر الحصان؟ هنبص هنا على حصان هنلاقي مكتوب عليه 120 pounds، فردت عليه قالت له it's for 120 pounds، انه سعره 120 جنيه. وهنا عندي it's اختصار ايه it is، انه يكون، لان الحصان اللعبة غير عاقل فحطينا مكانه ايه it. انا ممكن اسألكم يا اصدقائي اقول لكم مثلا how much is the drum، كم سعر الطبلة؟ ها مين هيقول الاول؟ ايوه سعرها كام؟ 170 pounds، يعني 170 جنيه. هسألكم تاني how much is the monkey، كم سعر اللعبة اللي هي المونكي؟ ايوه سامع الناس بترد اهيت 43 pounds، 43 جنيه. how much is the helicopter، كم سعر الطيارة الهليكوبتر؟ it's 60 pounds، انها ب 60 جنيه. lesson 7 الدرس السابع paragraph اللي هو الفقرة، يعني بعمل مجموعة جمل، الجمل ديت لما اجمعها كلها مع بعض بنعتبر ان احنا عملنا ايه paragraph، زي في العربي كده لما بنسميه ايه التعبير. Look at the graphic organizer، انظروا الى هذا الشكل. فعندي هنا المعلومات الموجودة في الجراف في الشكل دوت، اقدر ان انا اعمل منه باراجراف فقرة. هنا البنت اسمها منى، هنا مكتوب عندي from Egypt يعني من مصر، يبقى انا هعمل جملة اقول ايه ان منى تكون من مصر. بعد كده مكتوب school starts 8:30، يعني هي بتبدأ مدرستها الساعة 8:30. school ends، المدرسة بتنتهي 3:30، مدرستها بتنتهي الساعة 3:30. currency pound، يعني العملة اللي موجودة في بلدها اللي هي الباوند اللي هي الجنيه. تعالوا نشوف بقى الباراجراف معمول ازاي. I am منى، انا اكون اسمي منى. I am from Egypt، انا اكون من مصر. I start school at 8:30، انا ابدأ المدرسة الساعة 8:30. I finish school at 3:30، انا انتهي من المدرسة الساعة 3:30. Our currency is the pound، عملتنا تكون الجنيه. يبقى هنا عن طريق المعلومات اللي في الشكل عملت ايه اكتر من جملة، وبكده اكون عملت ايه باراجراف اللي هي الفقرة. وان شاء الله هعمل شرح لطريقة كتابة الباراجراف بطريقة سهلة جميلة، لان عندي بعلم الطلبة عن طريق الاغاني ان هما ازاي ان يمسكوا فيرب فعل او ناون اسم ويعملوا عليه اكتر من جملة، وبالطريقة ديت بيقدروا ان هما يعملوا او يفهموا الباراجراف بطريقة سهلة. وكده نكون انتهينا من شرح يونت 7، وان شاء الله في الفيديو القادم ناخد عليه اكسرسايزز تمارين واكزامز امتحانات، لأن الشرح ما بيثبتش المعلومة إلا بنسبة حوالي 50%، وعشان أثبت المعلومة بنسبة 100% لازم إن أنا أحل exercises تدريبات و exams امتحانات. أشوفكم على خير، see you later، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.